وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. مرة أخرى مصطفى ميزار. شكرا من جديد سحر ناجي وشكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة في هذه النشرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا الجمعة ارتفاعاً في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيّنوا بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها دائما وأبدا من محافظة القاهرة. فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 26 درجة والصغرى 14 درجة، والجو فيها يكون معتدل. في الأسكندرية 24-13 الجو فيها أيضا معتدل. أما في مطروح فدرجة الحرارة العظمى هناك 22 درجة والصغرى 13 درجة، الجو يكون معتدل. في بورسعيد 25-15 الجو معتدل. في الإسماعيلية 26-14 الجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 25 درجة مئوية والصغرى 14 درجة، والجو فيها يكون معتدل. في العريش 25-15 الجو فيها أيضا معتدل. في طابة 26-16 أيضا الجو فيها معتدل. أما عن شرم الشيخ فدرجة الحرارة العظمى هناك 26 درجة والصغرى 17 درجة، الجو فيها معتدل. وفي الغردقة 26-16 الجو فيها معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 26 درجة مئوية والصغرى 11 درجة، والجو فيها يكون معتدل. في أسوان 27-14 أيضا الجو فيها معتدل. في الوادي الجديد 26-13 الجو فيها معتدل. في شلاتين 26-17 الجو معتدل. وأخيرا في حلايب 27-16 ويكون الجو فيها معتدل، وأيضا الجو معتدل على معظم الأنحاء. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.